كل مصيبة بتصير بيصير الواحد يفكر إنه خلص انتهت الحياة خلصت. رائد ما رح تنسى، وشوي شوي رح يصير ذكرى غالية وما حيمرق ببالك إلا اللحظات الحلوة معه. هالحكي ما بيحكي إلا حدا عانى كتير وخسر كتير. قصتي أبسط من قصتك بكتير. لما بلش سهيل يتغير شفت الوجع منه، خسرت أول شايفة من قلبي وروحي. كل يوم كان عذابه يزيد، كنت أخسر من قلبي وروحي شقف. وقلت إنه خلص قلبي ما عاد يفرح. رجعت عالشام مكسورة والقدر حط سمر ورزان بطريقي وشفتك. الوقت والقدر ما كان كفيل بس إنه يرمم قلبي، لا كان عم يعطيني قلب جديد. يعني لأمتى رح تضل هون؟ سمر حبيبتي، مرجوع الواحد لضيعته على أرضه، وبالنهاية أنت بكرة رح تتجوزي ويصير عندك عيلة، وأنا رح ضل لحالي. يمكن وفاة رائد فيقتني إنه أنا لازم أرتاح وأترككم تكملوا حياتكم لحالكم. بعدين أنا هون أحسن لي، بعيد عن الضجة والعالم، وأساساً ما عاد عندي طاقة. بكير كتير على هالحكي أبو رائد، الله يطولنا بعمرك. خلص تركوني، بعدين أهل الضيعة معتمدين علي بكم شغلة ولازم أملن ياهون وأوفي بوعودي. اجتك مكالمة، بس الله ستر كنا انكشفنا. انكشفنا؟ لأن احنا شو عم نعمل؟ لا بس انا قصدي انه ما كان بدي احرجك او احرج حالي. تحرجني؟ وجودي بهي الغرفة لحالي بهي الطريقة هذا اسمه احراج؟ يعني قاعد تفكر انا شو اللي خلاني اتصرف هيك مثل المراهقات؟ ما بعرف، حطيت كل شيء براسي ممكن يصير. شوفوني ويسألوني ليش انا هون؟ رح قلن أنا هون لأني بدي أكون جنبك، لأنك بتهمني. بس أنت شو جاوبني، شو رح تقلن؟ أنا ما بجاوب على شيء مو أنا اللي مقرره. أنا كل اللي كنت عم بفكر فيه إنه ما لازم حدا يشوفك هون، وخاصة سمر وطارق. بعدين لو كنتي سألتيني قبل ما تجي كنت أكيد قلت لك ما تجي. وهذا الجواب اللي كنت ناطرته منك.